ناس أجنبية اللي بتطلع طبعا، عشان أنت تطلع لازم تدفع فلوس. أنا من البداية تقريبا إلي 7 سنين بحاول أسافر، وبصراحة اللي منعني إنه أنا أسافر حاولت أكثر من مرة ومرة ومرتين وثلاثة، طلعت على المعبر طبعا ممنوع من عند المصريين، كل ما أصل اللي هو المعبر المصري أعاود أرجع. إيش السبب إنه أنا ممنوع من عند المصريين ما بعرفش. دفعت بصراحة مرة ومرتين وثلاثة، دفعت اللي هو 2500، دفعت مرة 2500، أكثر من مرة تقريبا 3 مرات حاولت إنه أدفع مصاري وأوصل البوابة المصرية اللي هو المعبر المصري، وعاود أنا رجعوني على بعرف. أنت تحاول إنك يعني تلاقي حد إنه تسأله أو مثلا تعرف إيش الأسباب، هاد ما فيش أسباب بصراحة، إنه أنت ممنوع أمنيا وبترجع على بلدك على غزة. إيش المانع ما بتعرفش، ما بتقدرش، ما فيش حد بيقدر يفيدك. أنا مقيم في تركيا من سنين، وقلت خلاص يعني لازم أجي زيارة على أهلي في غزة، ونزلت على مصر وتفاجأت من الطريق الصعب اللي الواحد عشان يصل فيها غزة لازم يمر فيها. كنت أسمع كتير عن الطريق إشي صعبة، هاي السيارات اللي موجودة الآن على حاجز الفردان موجودة من الساعة 6:30 الصبح، وهلقيت الساعة 2:30 الظهر. اللي أصعب من هيك هم بيحكوا إنه ممكن الطريق تقعد 3 أو 4 أيام إذا فيش مكان تقضي فيه حاجتك، فيش خصوصية، الأطفال وضعهم سيء، مش متحملين درجة الحرارة، السيارات بيحاولوا السواقين إن هم يغطوها بحرمات وبطانيات.